السلام عليكم عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من سكون العلاج بالهند. في هذا الفيديو معلومات هامة لكل ما يجب معرفته عن فيروسات كورونا المنتقلة للبشر، بعضها معلومات صادمة، تابع معي للنهاية. قبل ما نبدأ مقدمكم الدكتور فارس، وإذا أنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك لنستمر بإنتاج هذا النوع من الفيديوهات التوعوية. فيروسات كورونا فيروسات وبائية شائعة، لأنه يمكن انتقال العدوى ببساطة عن طريق التنفس، ويمكن شخص واحد أن يعدي مدينة بأكملها. أوائل تسجيل الحالات كانت في عام 1995، تم التعرف على عائلة منها واشتهرت هذه الفيروسات المذكورة هنا التي يرمز لها بأحرف وأرقام مرتبة حسب تاريخ اكتشافها. لم تكن مخيفة في ذلك الوقت، لأنه إذا أصيب بها البشر تسبب أعراض خفيفة إلى معتدلة في الجهاز التنفسي العلوي، مشابهة لأعراض الإنفلونزا ونزلة البرد، مثل سيلان الأنف، صداع الرأس، سعال، التهاب الحلق، حمى وشعور عام بالتوعك. ويصاب معظم الناس بهذه الفيروسات في مرحلة ما بحياتهم. عادة تستمر هذه الأعراض لفترة قصيرة من الزمن، إلا إذا كان المريض مصابا بأمراض القلب والرئة، أو يعاني من ضعف جهاز المناعة، أو في الرضع وكبار السن، فيمكن أن تسبب لهم أمراض الجهاز التنفسي السفلي مثل التهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية، وقد تكون قاتلة. عزيزي المشاهد، هذه ليست الفيروسات المقصودة في الأخبار الحالية. بين عامي 2002 و2003 تم تسجيل 5 سلالات جديدة من فيروسات كورونا، واشتهر منهم 2. الأول أطلق عليه اسم سارس، وهو اختصار للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والثاني باسم ميرس، اختصار للمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. تسجل 8098 حالة، معظمها في جنوب الصين وأماكن متفرقة في العالم، منها شبه الجزيرة العربية. ويعزي المختصين أن مصدر انتقاله للبشر هو من الحيوانات مثل الخفافيش والأفاعي والجمال، إما بالملامس المباشرة أو عن طريق تناول منتجات لحومها أو سوائل أجسامها. العدوى بهذه السلالة الجديدة تسبب أعراضا شديدة تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، وتتطور بسرعة إلى الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعب الهوائي. يموت حوالي 4 من كل 10 مرضى يتم الإبلاغ عن إصابتهم بفيروس كورونا، وسبب الوفاة هو شلل الجهاز التنفسي أو التهاب الدماغ. ولحسن الحظ تم السيطرة على انتشاره، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالسارس أو ميرس في أي مكان في العالم بعد عام 2015. لكن في الوقت الحالي وبالتحديد شهر ديسمبر عام 2019 تم التعرف على سلالات جديدة كليا، وأطلق عليها اسم كورونا الفيروس التاجي 2019 نوفل كورونا فيروس، في مدينة ووهان بالصين في سوق شعبي للمأكولات البحرية والحيوانات. تكمن خطورة الإصابة بهذه الفيروسات في أنه لا يوجد علاج أو لقاح فعلي لها، وأعراضها تشبه أعراض الإصابة بفيروس سارس، والمريض لا يعرف أنه مصاب إلا بعد فوات الأوان، لأن الأعراض تشبه أعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا. وكل ما تقوم به المستشفيات هو تقديم رعاية مكثفة وعلاج موضعي للأعراض، ومركز أبحاث الفيروسات يحتاج لوقت طويل لفهم طريقة انتقال الفيروس والحد من انتشاره. وقد تم تسجيل 1900 حالة حول العالم، ووفاة 56 حالة حتى الآن. لذلك عزيزي المشاهد، يجب عليك الانتباه ورصد والإبلاغ عن أي أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا، وخاصة إذا كنت سافرت إلى الصين مؤخرا أو لامست الحيوانات المذكورة سابقا، حيث يمكن تشخيص الإصابة عن طريق هذا الفحص المخبري، اختصاره RT-PCR، من عينة الدم أو البراز أو إفرازات الأنف، لاكتشاف وجود الفيروس أو مستوى الأجسام المضادة له، وهي مواد يصنعها الجهاز المناعي لمكافحة عدوى معينة. نهاية، يجب أن تعلم طرق مكافحة انتقال العدوى الفيروسية، وهي: تجنب السفر لمناطق تم تسجيل حالات الإصابة فيها، تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية. إذا ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، فيجب البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم السفر، وطلب الرعاية الصحية فورا وبدون تأخير. تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والأفضل لبس قناع طبي بدرجة فلترة N95. المحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية. وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. عزيزي المشاهد، إذا عندك معلومات أخرى يجب ذكرها شاركها معنا بالتعليقات. شارك الفيديو مع الأهل والأصحاب إذا شايف أن المعلومات مفيدة. اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لتشاهد المزيد من الفيديوهات بالمستقبل. معكم الدكتور فارس، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى.